طيب بذكرنا بقى للفراكشن الليزر يا دكتور، يا ترى ايه هي الحالات اللي ممكن تكون بتحتاج فراكشن الليزر عشان يرجع وشها حلو تاني؟ طيب مفهوم الفراكشنال ليزر هو حاجة بتعمل إيه؟ بتعمل إعادة بناء للكولاجين وتسطيح للجلد. فإذا حد عنده ندبات، عنده حفر في وشه زي الحالة اللي انتوا عارضينها على الشاشة دي، حد عنده مسام واسعة قوي، حد اتعرض لحادثة، حد عنده حرق، فإحنا بنبدأ إن إحنا نحسن الموضوع ده لأن هو بيحسن النسيج الدم بتاع البشرة، فبيعمل تسطيح للندبات أو للجروح أو للحروق دي. يعني احنا الصورة اللي واضحة قدامنا دلوقتي يا دكتور، واضح انها مثلا دي آثار حب شباب اثار حب سابت ومسامات حفر. كمان واسعه، فدي طبعا عملنا لها الفراكشنال ليزر. حلو جدا يا دكتور بصراحة الفراكشن ليزر. طب ازاي بقى بيتم استخدامه؟ طبعا احنا معانا صورة تانية برضو، الولد سنه مراهق هو. بس طبعا في سن المراهقه ده بيبقى شويه الغدد الدهنيه شغاله والحبوب بتبقى اكتف، فلازم بديهم حاجه توقف نشاط الغدد الدهنيه عشان لما اشتغل الفراكشنال ما ينفعش اشتغل على حد عنده اكتف اكني او حب شباب كده كده نشط، هيطلع له تاني. لا هزوده لو عملت له فراكشنال. فاحنا الاول مش اي حد يروح يعمل فراكشنال عشان هو عايز، على فكره تمام. هو لازم ان هو يشوف الاول الفراكشنال ليزر ده هل مناسب ليه ولا لا، سي او 2 او اربيوم، فنوع الجهاز مهم مع الحاله دي نمره واحد. تمام. نمره اتنين انه انا لازم احضر الحاله كويس قوي حلو. لان في نوع بشره معين لو دخلت عليه على السي او 2 على طول يتحرق، زي البشرة حساسة مثلا. لا البشرات الغامقه شويه، فكل ما حضرنا الجلد احسن حضرنا له فورميلا اسبوعين جه يشتغل كانت نتيجه افضل بكتير.